نحن نعيش في الأيام الأولى من شهر صفر لا يسعنا إلا أن نردد قول الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى نلتقي بكم مجددا في هذا الأسبوع مع حلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل، الذي سنأخذكم به في جولة داخل أروقة العتبة العباسية المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. توصياتنا الخاصة لزوار أبي عبد الله الحسين خلال زيارة الأربعين، وهو التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكفوف واستخدام التعقيم وغسل اليدين لما في ذلك لسلامة الزوار من فيروس كورونا. المسألة الأخرى وهي أنه لو كان أي واحد من زوار الزوار الأربعينية حدث له أي عارض صحي خلال مشية الأربعين، نوصيه بمراجعة أي مفرزة طبية قريبة له موجودة من قبل وزارة الصحة العراقية ومن قبل العتبات المقدسة. كذلك توصياتنا لزوار أبي عبد الله بأخذ المياه والأطعمة المغلقة وغير المكشوفة وتكون مثبتة من قبل المواكب الحسينية المنتشرة على الطريق لزوار أبي عبد الله من مدينة البصرة إلى كربلاء المقدسة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. وصلت حلقتنا في هذا الأسبوع إلى نهايتها، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.